يا صباح الخيرات على كل حضراتكم سيدات والسادة مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي هيكون في أولها بطبيعة الحال في شوية اندهاش كده، هنندهش من خلاله مع كل حضراتكم، وطبعا بقية الحلقة هتكون مليانة إن شاء الله موضوعات وأخبار ولقاءات بإذن الله حضراتكم تسعدوا معانا بحلقة النهاردة. صباح الفل عليك. صباح الخير يا كريم، صباح الخير على حضراتكم جميعا، وآخر الأسبوع مع 10 الصبح في الأهلي. وزي ما كريم بدأ كده، إحنا أكيد في البداية كده هنقعد نقول مع حضراتكم ونحكي شوية في تساؤلات يمكن طرحناها من فترة طويلة، بس هنرجع نكررها مرة تانية لأنه واضح إن الأخطاء التحكيمية هي عرض مستمر زي ما بيقولوا كده، حاجة غريبة جدا. وإمبارح يمكن أنا وكريم لما كنا بنتوقع أو بنتكلم عن توقعاتنا لمباراة الأهلي وبيراميدز، أنا قلت له أنا حاسة هيبقى في حاجة نتيجة مش متوقعة، وأعتقد أنا كان معايا حق، لأن اللي حصل امبارح كان مفروض أنه هو يكون فوز أهلي، يعني ما فيهوش كلام، خلاص الصورة كانت واضحة جدا. هنتكلم في كل التفاصيل ده كمان مع متخصصين في هذا المجال، وهنحلل بالضبط إيه اللي حصل. ولكن أنا أعتقد أن الرؤية امبارح، حتى لو أنت بتتفرج من بيتك، بتتفرج من الاستاد، بتتفرج من أي مكان، أنت في حاجات كده يعني العين شايفاها، مش محتاجة حتى فار، ولكن كمان مع وجود الفار انت مش عارف تحسن الموضوع. فأمر غريب جدا بصراحة. لغاية لما نوصل لمرحلة ان احنا نتكلم ونحلل مع المتخصصين، خلينا نبدي اندهاشنا كمتفرجين عاديين. وبالمناسبة يعني خلينا ايه نحاول على قد ما نقدر نتجرد من اهلويتنا ونتكلم بمنطق ناس قاعدة بتتفرج على مباراة بغض النظر عن اي اهواء. عايز اقول لك حاجة كريم، ده امبارح مش بس الاهلوية هم اللي كانوا بيتحدثوا او عندهم اندهاش، يعني عايز اقول لك من الاعلاميين الزملاء مثلا احمد حسام ميدو كان بيتحدث وقعد يقولها اكتر من مرة في برنامجه، قال يا جماعة يعني الجول بتاع بواليا صحيح، الجول بتاع بواليا صحيح، قاعد يقولها كذا مره. فاحنا مش بنتكلم ابدا بلسان اهلاويه، احنا هنا بنتكلم بلسان المنطق. فخلينا نشوف. هو السؤال بمنتهى البساطه يعني ايه بقى؟ يعني ولا ايه بقى؟ يعني احنا هنفضل على ده الحال لغايه امتى؟ يعني لغايه امتى هنفضل نتكلم كل يوم والتاني عن اخطاء التحكيم؟ بالمناسبه عشان ما حدش برضو ايه يعني يشطح بتفكيره وذهنه يروح لبعيد، احنا بطبيعة الحال عارفين ان مفيش فريق في الدنيا ممكن يعيش حياته بالكامل بيكسب كل المباريات، عارفين كويس جدا ان التعادل وارد في بعض يعني الاوقات، عارفين كويس جدا ان الخسارة حتى واردة في بعض الاوقات لو ما كناش بنلعب كما ينبغي، انما اللي بيكون صعب على ان الواحد يعني يستوعبه انك يتم فرض عليك نتيجة انت لا تستحقها، ومش مرة ولا اتنين، الموضوع مستمر، ده بالظبط اللي حصل كذا مرة قبل كده واخرهم امبارح امام بيراميدز طبعا ظلم تحكيمي غريب وغير مبرر بالمرة الحقيقة. بص انا هاخد من كلامك، واكيد المنطق بيقول والناس كلها عارفة وده امر طبيعي ان مفيش فريق بيكسب على طول، بس في هنا لما نتكلم بقى ان تحديدا امبارح الاهلي لم يستحق خسارة النقطتين اللي كانوا موجودين في مباراة بيراميدز، كان بيستحق نقاط المباراة وخلينا نقول كاملة. وبشكل غريب كمان هنا بيتم حرمانك بنفس الأسلوب من 6 نقاط من 9 مباريات. طب دي ظاهرة يعني نقول عليها غريبة، نقول ملهاش تفسير، لكن احنا كده يعني هنخلص الدور الأول. طب لما بعد ما نخلص الدور الأول هيحصل فينا إيه؟ يعني غريبة. والله هو المفترض يا حضرات إن الفار يعني يعلي من مستوى جودة، يحقق العدل بشكل أكبر، إنما اللي حاصل ده بيدفع الجميع الحقيقة لنفس السؤال، هو الأهلي إمتى هيستفيد من الفار؟ إمتى هيستمر اللغط اللي إحنا فيه بقالنا فترة؟ إمتى هيتحقق العدل فعلا وبشكل كامل؟ يا ترى إيه هي الرسالة المطلوب توصيلها للناس؟ طبعا الكلام ده إحنا مش بنقوله هنا مرة تانية عشان إحنا في قناة الأهلي ولا عشان إعلام الأهلي ولا عشان أهلوية، إحنا يعني بنتكلم بمنطق. إمبارح كل الحقيقة في كل مكان كان بيتكلم، سواء خبراء في التحكيم، خبراء في التحليل، مشاهدين عاديين، الكل كان امبارح بيتكلم وكل اقر بوقوع ظلم على النادي الاهلي. بص خلينا نقول حاجه، يعني فعلا انا معاك وانا تابعت امبارح الاستوديوهات التحليليه المختلفه، لكن برضو هنرجع نقول هو كل ده هيفيد بايه؟ سواء اعترف خبراء التحكيم او النقاد واستوديوهات التحليل كل مره باحقيه، هنا بنتكلم بقى تحديدا الاهلي، طيب هيفيد برضو بايه؟ محتاجين هنا نثبت او نتحدث او نقول بقى كده بصوت عالي ان اللي بيحصل ده ما اعتقدش فيه اي فريق في العالم ان هو ممكن يتحمله، يعني بنتكلم على اخطاء بالجمله وملهاش تفسير، ازمه لحد دلوقتي، كرات مثيره للجدل، برضو يعني الحكم لو كلف نفسه شويه بس ان هو يراجعها مع الفار اعتقد كان الوضع يبقى مختلف. لكن اللي احنا شفناه امبارح حتى حكم الفار ما ناداش على كابتن جاد جريشة ان هو يجي يشوف، طب ليه؟ يعني الحكم بيحس بايه او خلينا نقول بيشعر بايه بعد ما يراجع اللقطات دي
بعد المباراة؟ يعني يمكن الموضوع يا كريم كان يبقى مقبول قبل ما نقول ان احنا عندنا خاصية الفار، لكن بعد كده جبنا خاصية الفار. طيب انت قدامك بقى فرصة ان انت تتأكد، وقدامك فرصة ان انت يعني تشوف كده ايه اللي بيحصل علشان ما تفرطش في حد، في حق حد من الفرق. طيب ايه القصة؟ يعني ده السؤال اللي احنا هنقعد نقرره بصراحة، ايه القصة؟ ما تبقيش فاهمة، هو الفار اللي بعافية حبتين ولا النفوس والاهواء هي اللي بعافية حبتين؟ يعني الضربة جاية منين، واصلا ليه في النوع ده من الضربات؟